تعلن خطوط الطيران العماني عن إخلاء رحلتها رقم WY111 والمتوجهة إلى طنجة، وتهيب بركاب درجة رجال الأعمال التوجه إلى باب السفر رقم 32. Oman Air would like to announce the departure of its flight number WY111 to Tangier. All business class passengers should proceed to the boarding gate number 32. Thank you.
كانت البداية ببلادي المغرب وبالتحديد بطنجة، ومن هنا من طنجة قررت الرحيل. لكنني وصلت الترحالة حتى بلغت مصر. البلاد والأمصار ومحط ذوي الحرف البديعة والتجار. لقد عرفت هذه البلاد ولا أحتاج لأن تخبرني باسمها، إنها بلاد الشام. وأنارت فيك علوم الدين والمجد صنيع عمان. سقى الله تلك الأرض وأهلها رحيق المحبة والصفاء. يا لها من ذكريات، إنها كأنسام الحياة. لم أرى الطبيعة تلبس أحلى حلل الجمال والإبداع والخيال كما رأيتها في تلك البلاد. بلاد الرواء، بلاد النماء، حيث البحر وكأنه يغفو في حضن الصحراء، والبساتين التي تتفجر من أرضها عيون الماء، ظفار الظفر المحروسة من كل خطر، مصيرة وقلهات ذات البساتين والجنات، وطيوي وقريات، وكل جميل ورائع تجدينه في نزوة. أين بوابتك يا ابن بطوطة؟ لقد برح بي الحنين لبلادي. إذن هيا هيا إلى واحة الجمال والمحبة والأمان على طول الزمان، فليسطع بدر عمان. Thank you.
الجاهل والباطن حاملا في القلب. لما أطل عليك من سدف الدجى بدر تأنق في ربوعك مشهدا، قابوس معطاء المكارم فضله فيض يجل عن المآثر موردا، أرواك من نبع الهناء مشاربا، فاخضوضرت دنياك مجدا خالدا. سفر 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 سفر.